كيف نتعامل مع عضة الكلب؟ قد تكون الكلاب أفضل أصدقائنا، إلا أنها تبقى حيوانات وقد تعض الكلاب في الواقع نحو 4.7 مليون أمريكي سنويا، نصفهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات. واحدة من كل 5 من تلك العضات تسبب إصابة تتطلب عناية طبية، وذلك وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. والأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بعضات الكلاب، مع أن الكلاب الضالة قد تهاجم البشر، فإن معظم ضحايا عضة الكلب يتعرضون للعض في الواقع من كلب يعرفونه، والذي قد يكون كلب صديق أو من حيوانات العائلة الأليفة. علاج عضة الكلب: يمكن تقديم الإسعافات الأولية لضحايا عضات الكلب في المنزل، إلا أنه من المهم جدا زيارة الطبيب، خاصة إذا كان الكلب الذي هاجم الضحية كلبا ضالا أو غير مألوف، وإذا كانت العضة عميقة، وإذا لم يمكن إيقاف النزيف، أو حال وجود علامات إصابة خمجية مثل إحمرار أو تورم أو حرارة أو قيح. إذ أن عضة الكلب قد تسبب إخماجا يجب علاجها بالمضادات الحيوية. للعناية بإصابة عضة كلب في المنزل، افعل ما يلي: أولاً، ضع منشفة نظيفة على مكان الإصابة لإيقاف النزيف. ارفع منطقة الإصابة. اغسل مكان العضة بالماء والصابون بعناية، وضع ضمادة معمقة على الجرح. ضع مرهم مضاد حيوي (أنتيبيوتيك) على مكان الإصابة يومياً لمنع حدوث الخمج. عند زيارة الطبيب سيطرح عليك بعض الأسئلة مثل: هل تعرف صاحب الكلب؟ أو هل حصل الكلب على جميع اللقاحات متضمنة لقاح الكلب؟ أو هل هاجمك الكلب لأنك قمت باستفزازه أم هاجمك بدون مبرر؟ وما حالته الصحية، أي إذا كان الكلب مريضا أم لا؟ قد يكون الأشخاص المصابون بالداء السكري أو أمراض الكبد والأمراض التي تعرف جهاز المناعة ضعيفا، أو من يعانون بعض الظروف الصحية الأخرى، أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة. سيفحص الطبيب الإصابة ليعرف هل العضة عميقة إلى درجة إيذاء العضلات أو الأوتار أو الأعصاب أو العظام، ثم سينظف الجرح تماما لإزالة الأوساخ والجراثيم والأنسجة الميتة. قد تستخدم القطب الجراحية لإغلاق الجرح. يعارض كثير من الأطباء هذا الإجراء لأن تقطيب جروح عضات الحيوانات يزيد خطر الإصابة الخمجية، وإن كان يقلل من التندب، قد يعتمد اتخاذ قرار التقطيب على موقع الإصابة. قد يقرر الطبيب مثلا تقطيب الجرح إذا كانت الإصابة في الوجه لمنع حدوث ندوب ظاهرة عفوا. أيضا، فإن الجروح العميقة التي تسبب قدرا كبيرا من الأذى قد تتطلب جراحة تجميلية. سيتخذ طبيبك أيضا تدابير لمنع العدوى. نادرا ما تصاب الكلاب في الولايات المتحدة بداء الكلب، لكن إذا كانت الحالة الصحية للكلب غير معروفة، أو إذا كانت اختبارات المرض إيجابية لدى الحيوانات، فستحتاج إلى الحصول على لقاح داء الكلب، وهو عدة جرعات على مدى أسبوعين. ويجب أن يخضع الكلب للموت الرحيم ليفحص دماغه بحثا عن الإصابة بداء الكلب. سيتحقق الطبيب أيضا من كون آخر جرعة تلقيتها من لقاح الكزاز ما زالت فعالة لتقييم مدى حاجتك إلى جرعة جديدة. قد تحتاج إلى تناول المضادات الحيوية لمدة أسبوعين لمنع الإصابة الخمجية، وقد يطلب منك الطبيب العودة في غضون يوم إلى 3 أيام لإعادة فحص الإصابة. لا تنسى أن تبلغ الشرطة أو المكتب المحلي لمراقبة الحيوانات عن الحادث إذا كنت لا تعرف الكلب الذي هاجمك.